حياكم الله ويا مرحبا بكم من جديد مشاهدينا ومتابعينا عبر قناة بينونة في هذه التغطية الخاصة والمباشرة من هنا من قلب حدث مهرجان سيدي سمو الشيخ سلطان بن زايد آل نهيان التراثي في مدينة سويحان في عاصمتنا القالية أبوظبي، حيث يقام هذا المهرجان بتوجيهات سامية من سيدي صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله ورعاه، وبرعاية كريمة من سيدي سمو الشيخ سلطان بن زايد آل نهيان ممثل سيدي صاحب السمو رئيس الدولة ورئيس نادي تراث الإمارات، وبتنظيم لجنة طبعا بتنظيم نادي تراث الإمارات. نشكرهم كل الشكر على الجهود الجبارة اللي يبذلونها في هذا المهرجان، مهرجان سلطان بن زايد التراثي في مدينة سويحان في ميدان الأصالة والتراث. طبعا مشاهدينا في البداية بنرحب بضيوفنا في الاستديو، نرحب سهيل بن محمد العامري عضو اللجنة لجنة الإشراف والمتابعة، وأيضا كانوا من الناس المشاركين في الاستبيان. مسي عليك بالخير. مساك الله بالنور، مشكورين على الاستضافة، وإحنا جاهزين للمهرجان وعملنا استبيان في جميع العزب ونشوف آراءاتهم ونوصلها للشيخ سلطان واللجنة. وافين وافين دائما وما تسونا للعدل. وأيضا نرحب بسيد رئيس اللجنة لجنة الإشراف والمتابعة محمد بن سهيل الشدي المنصوري، مساك الله بالخير. الله يمسيك برضا والعافية عبد الله. الله يا مرحبا الساعة. أسعدنا التواجد وياكم صراحة. الله يطول عمرك الجمهور وظهار الجهود الجبارة. الله يرحم والديك. نحن نشكركم والله ونشكر القناة قناة الجمهور على هذه الاستضافة. الله يطول عمرك. في البداية نحن نقولكم كل الشكر لكم على الجهود الجبارة اللي بأمانة تبذلونها من بداية هذا المهرجان وحتى النهاية، وبعد ما ينتهي المهرجان بعد جهود جبارة تبذلونها للسنة الجاية. كل الشكر لكم. الله يسلمك، الشكر لله سبحانه وتعالى. بنتكلم في مهرجان سويحان، المهرجان العالمي اللي يتوافدون فيه من دول الخليج ومن دول العالم، مثل ما شفت اليوم الزوار من خارج الدول العربية من أوروبا ومن أمريكا يشوفون هذا التراث، تراث أبائنا وأجدادنا، والتجهيزات اللي انتم مجهزينها بأمانة تليق بشكل عام للمهرجان هذا. الله يسلمك، كله بتوجيهات الشيخ سلطان الله يطول عمره. اللهم آمين. نعم، هو كل العقبات اللي عندنا سهلها، وهذا اخوي عبد الله عمل فريق. نحن من السنة اللي طافت الله يسلمك، من بعد المهرجان العام اللي طاف، ونحن مسوين خلية طال عمرك، خلية نحل على قولتهم. نعم. في كل اتجاه الشباب صراحة ما قصروا، الجميع من إن كانوا في نادي تراث الإمارات أو إن كانوا طال عمرك في الإعلام عند الشيخ سلطان الله يحفظه. نعم. الشباب كلهم ما قصروا، في كل فريق كان له شيء مخصص ويشتغل عليه. نعم. نعم، أحد في التطوير وحد في تطوير المهرجان علشان السنة هذه والسنة اللي عقبها، وهذا اللي السيستم اللي ماشيين عليه خطوة خطوة بناء على توجيهات الشيخ سلطان الله يطول عمره. الله يطول عمره. ودائما سيدي سمو الشيخ سلطان بن زايد آل نهيان من الناس الحريصين كل الحرص على هذه الرياضة، على كل ما يخص تراث الإمارات وثقافتها أيضا اللي تعكسها لجميع دول العالم. الله يطول عمره. بنتكلم عن الفعاليات اللي في هذا المهرجان اليوم. مهرجان سويحان مو بيقتصر بس على المزاين، فيه السوق الشعبي وفيه سباق السلوق العربي، وايضا فيه سباق السيارات الكلاسيكيه، وفي ايضا جوائز في السوق الشعبي. نعم، في مسابقات من الاداره، اداره المهرجان. نحن نشكرهم على الاهتمام. لو تخبرنا عن هالفعاليات ومدى اهتمام الملاك ملاك الابل والمشاركين في كل الفعاليات. والله بيني وبينك عبد الله، كل الامور هذه اللي تحصل طال عمرك كان التخطيط لها من حوالي تقريبا 9 شهور أو 10 شهور. كان الفضل بعد الله سبحانه وتعالى يعود للشيخ سلطان وتوجيهاته اللي كان حريص فيها أن كل شيء يكون ميسر وكل شيء مسهل للمتسابقين والجمهور بشكل عام يعني. وكان حتى الناس اللي بيون من جمهور أو من طال عمرك إن كان مشارك أو إن كان ما له يعني في المجال هذا بس يبي يشوف المهرجان، كان التخطيط أنه يكون تركيز على السوق الشعبي وعلى الناس اللي بيشاركون فيه من منتجات من
وتوفير الخدمات العامة يعني بشكل عام. فالله يطول عمره كان توجهاته يعني في محلها، والحمد لله تشوفون الحين بيض الله ويوكم ووافين، وانتم بأمانة اللي قالكم المعونة على الله يعينك على الطاعة، هالجهود الجبارة اللي تبذلونها طبعا بتوجيهات من سيدي سمو الشيخ سلطان بن زايد. اليوم مهرجان سويحان، مهرجان سمو الشيخ سلطان بن زايد التراثي، يعتبر نقطة فارقة في عالم المزاينات وعالم التراث الإماراتي الأصيل. طبعا أبو محمد متواجدين من أول أيام المهرجان وقبل المهرجان للتجهيزات لمهرجان سويحان. بنسألك عن الاستبيان والجهود الجبارة اللي تبذلونها في الاستبيان للمشاركين والزوار لهذا المهرجان. هذه طال عمرك سوينا اللجنة العليا بأوامر من الشيخ استبيان لجميع المشاركين وهل العزب وشو احتياجاتهم، واقترحنا الاستبيان هذا ووافقوا عليه طال عمرك، والناس شافته وكلهم يشكرون في المهرجان. يعني نبغي شيء يكتب طلبات، كل شيء متوفر طول عمر بهالزاع، اللهم ما في شيء قاصر عليهم، وكلهم راضين بالمهرجان وبالفعاليات اللي فيه، وما قصروا الشيوخ في جميع الناس. التوافد لمهرجان سويحان السنة مثل ما لاحظت توافد كبير، الحمد لله، جوائز قيمة. لو نتحدث عن هذا الجانب من التوافد ومن توفير كل ما يحتاجه المشارك والزائر. المشاركين طول عمر الشيوخ وفروا لهم السيارات، وكل سنة يفاجئونهم بأشواط جديدة، والمهرجان طال عمرك سووا لهم السوق الشعبي، دمجوه في مكان واحد للعوائل كأمن والعاب، وفروا لهم جميع الاحتياجات في مقر واحد، والناس الحمد لله مرتاحة، وطول عمر الشيوخ مش مقصرين فيهم واللي يبغونه، ومن جوائز يومية على المشاركات الزوار في السوق الشعبي وفي المنصة، وما في أي شيء ناقص عليهم طول عمر الشيوخ. على طاري السوق الشعبي لازم مشاهدينا لهم حق يتابعون هذه الأجواء التراثية اللي في مدينة سويحان. خلونا نشوف هذا التقرير عن السوق الشعبي ونرجع بعدها نتواصل. أكيد مشاهدينا ومتابعينا هذه الأجواء في مهرجان سيدي سمو الشيخ سلطان بن زايد النهيان التراثي الذي يقام في إمارتنا القالية وبالتحديد في مدينة سويحان. طبعا زوار المهرجان يتوافدون يوم بعد يوم، ونحن باسمنا وباسم أهالي المهرجان عبر قناتكم قناة التراث بينونة نقول حياكم الله في مهرجان سويحان
اللي يرعاه سيدي سمو الشيخ سلطان بن زايد آل نهيان وموفرين اللجنة المنظمة. نشكرهم كل الشكر على الجهود الجبارة اللي يبذلونها للزوار والمشاركين في هذا المهرجان، جهود جبارة يشكرون عليها ووقفة تشرف الله يطول عمارهم إن شاء الله على الجهود الجبارة اللي يبذلونها. بو سهيل بندخل معاك في السوق الشعبي وإعداد المشاركين في السوق الشعبي وتوافد الناس في هذا السوق اللي يعكس التراث، تراث أبائنا وأجدادنا، تراث أمهاتنا اللي يصنعنها المعمول ومثله. نتكلم مدى اهتمام الزوار لزيارة هذا السوق. والله يا أخي السوق يعني بحد ذاته تحفة فنية. السوق لجنة مكونة من أخوات وأخوان من نادي التراث والمشاركين فيه، في تقريبا اللي هم بقيادة حقيقة يعني أحب أشكره على الهواء الحين على جهوده اللي صراحة بدع فيها، اللي هو أخوي أحمد عبد الله الحوسني والأخوات والأخوان اللي كانوا مشاركين فيها فردا فردا، لأني ما أريد أغلط في حد أسمح. يستاهلون كل الشكر. نعم. لهم ونحن نشكرهم عبر قناة بيهم. فهو صراحة ما قصروا يعني ووفروا كل الإمكانيات بدعم من الشيخ سلطان الله حفظه. اللهم نعم. تقريبا فيه 147 محل. توزعت على الأفراد اللي هم المواطنين، فكل إنسان عنده منتج يعرضه وموفر له كل شيء فيه. تقريبا عشر محلات من هذه 147 كانت ورش عمل للنادي، من طال عمرك الله يسلمك، من مشغولات يدوية، من مأكولات شعبية، من مصنوعات فخارية. فكان يعني المأكولات الشعبية والمصنوعات هاي تنقدم مجان للجمهور اللي يحضرون هناك، وفي مسابقات الشباب عدوها وكانت يعني بمستوى صراحة ممتاز. وعندك 10 محلات خارج الخيمة في نفسها، خارجها هاي تبيع منتجات بعد من برا، اللي عنده منتج يعني يبيع عرضه ويبيعه وهو ما يصلح لداخل الخيمة طلعوه الشباب سووا له علشان بس ما حد يكون يعني يجي ولا يحصل مكان. طبعا نحن نشكر سيدي سمو الشيخ سلطان بن زايد على النظرة البعيدة. نعم. اللي فيها يستفيدون أهالي البيوت، يعني مو أهالي الحلال فقط، أهالي البيوت وكل من تواجد في مهرجان سويحان بأمانة ليس خسران في الجهود الجبارة اللي يبذلونها اللجنة المنظمة. المحلات يوم تدخل السوق الشعبي تعيش أجواء الأول، تعيش أجواء الأول. نعم. أقول لك الشباب بدعوا صراحة فيه. كل لجنة أخوي عبد الله كانت قائمة في مكان معين، مثلا لجنة السوق الشعبي الله يرحم والديه ويوفقه إن شاء الله ويجزاه خير، ما قصروا في شيء، يعني تقريبا خلوا السوق الشعبي من أروع ما يكون. لجنة الله يسلمك المبنى الإداري، هاي اللجنة بعد بدأت صراحة في المبنى الإداري وسهلت على المشاركين وعلى الجمهور كل اللي يبونه في بالنسبة للتسجيل أو أبواب. لجنة المحالب نفس الشيء، لجنة طال عمرك الميدان اللي هي طال عمرك أخذت على عاتقها اللي هو بناء الميدان يعني حجر حجر على قولتهم. نعم. بعد والله ما قصروا كله جميعا صراحة. أنا بأمانة نعم أمانة أشكرهم أنا بالنيابة عن الجمهور، لأني احتكيت بالجمهور مباشرة. نعم. نعم. احنا باسمنا وباسم الجمهور وباسم كل من زار هذا المهرجان نشكر اللجنة المنظمة لهذا المهرجان واللي هم نادي تراث الإمارات على الجهود الجبارة اللي يبذلونها في. نعم. مهرجان. نعم. سيدي سمو الشيخ سلطان بن زايد. نسيت نعم أني أشكر الشباب، شباب إخواني اللي في نادي نادي تراث الإمارات كلهم فرد فرد صراحة، بدون ما أذكر أسامي وأنسى حد، لأنهم كانوا صراحة لهم يعني بصمات في هذا الموضوع، هم واللجنة العليا جزاهم الله خير. يستاهلون. نعم. ونحن نشكرهم، نشكر نادي تراث الإمارات على هذا التنظيم الراقي في مهرجان سويحان، مهرجان سيدي سمو الشيخ سلطان بن زايد آل نهيان، ممثل سيدي صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة. طبعا بنتكلم عن الاستبيان وطرحكم لهذا الاستبيان وتواجدكم في العزب وفي كل مكان في أراضي المهرجان، لو تحدثنا أكثر عن هذا الاستبيان. هذا الله يسلمك من حرص الشيخ سلطان الله يطول عمره
ونشوف حرصه ان يكون كل الكل مرتاح، ان كان مشارك ولا ان كان زائر ولا ان كان جمهور من جمهور. اجتمعنا في اللجنة العليا للمنظمة للسباق للمهرجان بشكل عام، وكان في حديث فيه وافكار، يعني اساسا نكون قد ما نقدر نشوف الناس شو انطباعها عن المهرجان، وهل في اي شيء ملاحظة او توجيه او اقتراح ينفادنا السنة هذه او يفيدنا السنوات الجاية ان شاء الله ان نتجاوزه، لان نحن من العام ونحن نحاول نشوف شو اللي عندنا صار في الموسم السابق، نحاول نصلح السنة هذه، والحمد لله قد ما قدرنا يعني. لكن ما نستغني عن رأي الجمهور، والحين أنا معاك يا أبو حميد وأطلب من الجمهور، نحن لنا جولات إن شاء الله بعد شوي، نعم، على الجمهور إن شاء الله، على المتسابقين كلهم في العزب، فأرجو منهم أنهم يعطونا يعني الشيء اللي ينفعهم، ونحن بعد يعني يساعدنا على السنة الجاية وإن شاء الله نتجاوزه فيها، لأن هذا الله يطول عمره الشيخ سلطان موجه به وحريص عليه، فأنا بهم يساعدوننا على أساس أن نوصل قد ما نقدر أن نوصلهم اللي هم يعني يريح الليل. وافين إن شاء الله، والمشاركين والزوار متعاونين في هذا المهرجان، لأن نجاحه من نجاحنا نحن كلنا في مهرجان سيدي سمو الشيخ سلطان بن زايد التراثي مهرجان سويحان. طبعا مشاهدينا الكرام، بعد في فئة متواجدة هني في مهرجان سويحان، نحن كلهم كل الشكر والتقدير على الجهود الجبارة اللي يبذلونها من الصباح الباكر وحتى المساء، اللي هم اللجنة، لجنة التنظيم في الشبوك، وأيضا لجنة التحكيم، ونشكرهم كل الشكر على الجهود الجبارة. بنروح معاكم مشاهدينا، قبل ما نروح مخرجنا بيطلع لنا الفي او على دخول الحلال، خلونا نشوف الـ VO ونتحدث أكثر عن هذا التنظيم اللي يبذلونه اللجنة المنظمة. مثل ما تشوفون دخول اليوم شوط الزمول، نحن نبارك للفائزين نقول لهم ألف مبروك، ويعلن ناموس دائم على هذه النتائج المشرفة، وكل من شارك في هذا المهرجان متنومس. متنومس والله، نعم متنومس. بوسهيل، تنظيم الشبوك وتنظيم اللجنة لهذا المهرجان، نحن نشكركم عليها بأمانة، وانت من الأشخاص اللي لك نحن والله ما سوينا بصمة. هذا الشباب اللي موجودين هناك، إن كانوا لجنة الله يسلمك على البوابة، إن كانت طال عمرك الأمن، إن كانوا طال عمرك اللجان اللي هي لجان الفرز ولجان التشبيه ولجان طال عمرك المزاين اللي هم بيفرزونهم بعد هذه، اللي نحن نشكرهم والله العظيم. أنا أشكرهم باسم لجنة الإشراف والمتابعة على جهودهم اللي من الصبح لين يخلص الأشواط، يعني نعم لين تخلص الأشواط، وهو ما شاء الله عليه واقفين ومرتبين أمورهم، فنشكره والله ما قصروا الشباب، بيض الله وجهود صراحة، وجهود جبارة يشكرون عليها بأمانة. سهيل، طبعا مثل ما تشوف مهرجان سويحان يستقطب الكثير من الزوار والكثير من المشاركين في هذه الأشواط، عدد كبير اليوم في شوط الزمول حضر وشارك ونافس، لكن اللي نال الحظ من العشر المراكز، واللي بعد مشارك يعتبر متنومس، يعتبر فايز، يعتبر فايز. نعم. وجودهم في سويحان هذا روحه حد ذاته ناموس. ناموس، نعم، ومصافحة سيدي سمو الشيخ سلطان بن زايد والجمهور من كل مكان وفرحة الناس، ونشكر اللجان التشبيه واللجان اللي تجتهد من الصبح لين المساء ما قصروا، ويعطون الناس كل حقه. نعم، طبعا نحن نشكرهم كل الشكر، اللجنة المنظمة للمهرجان بأمانة، أنا برجع أشكرهم لين آخر يوم في المهرجان بأمانة. شفنا أشياء جد يشكرون عليها، تنظيم شبوك سوق شعبي، سباق سلوقي العربي، سباق السيارات الكلاسيكية، بروشورات توزيع، نفس ما قلت أيضا استبيان لملاك الإبل المشاركين في هذه الأشواط، وأيضا الزوار، سوق شعبي، حتى لقرية الطفل أهمية، تواجد العوائل مع أطفالهم في السوق الشعبي وتركهم في قرية الطفل، هذا شيء يشكرون عليه بأمانة. ونشكر أيضا ضيوفنا في الاستديو، السيد محمد بن سهيل الشدي المنصوري رئيس اللجنة، لجنة الإشراف والمتابعة، وأيضا نشكر
سهيل بن محمد العامري عضو الفريق فريق الإشراف والمتابعة وأيضا عضو في فريق الاستبيان. كل الشكر لكم على تواجدكم هنا وثرانا بهالمعلومات الطيبة. لكن قبل ما نختم هذه الفقرة كلمة أخيرة أبو سهيل حاب توجهها عبر قناتنا بينونا للمشاركين ولزوار هذا المهرجان. والله أنا بداية أشكرك وأنتم كقناة بينونة على استضافتنا وعلى اهتمامكم بهذا الموضوع بعد وبهذا الفعاليات. وأحب طال عمرك يعني أشكر كل من تعاون معنا إن كان طال عمرك من 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 لجان أو من في النادي، عندنا إخواني في النادي أو في الديوان الشيخ سلطان الله يحفظه، فأنا أحب أشكرهم كلهم من حمان بن انسحت صراحة لكل ذي فضل من فضله. نعم والزوار نعم نحب يعني على قناتكم هذه الطيبة أن ندعوهم أنهم يزورون سويحان ويشوفون شو الفعاليات اللي فيها ويحكمون عشان رأيهم حن يهمنا نحن في الأيام اللي جاية إن شاء الله. نعم أكيد كل سلام. الشكر لك مشاهدينا. طبعا أنا باسمي وباسم قناة بينونة نقول حياكم الله في مهرجان سيدي سمو الشيخ سلطان بن زايد التراثي في مدينة سويحان في إمارتنا القالية في أبوظبي. أجواء جدا رائعة، أتمنى تواجدكم وتشوفون أكثر وأكثر عن هذا الجهود الجبارة اللي يبذلونها اللجنة المنظمة. كلمة أخيرة حاب توجهها سيد محمد العامري. نشكر سيدي سمو الشيخ سلطان بن زايد وبتوجيهاته وبوامره اليومية، ونطلب من الجمهور أن يساعدونا في الاستبيان بطلباتهم لتطوير للسنة الجاية والسنة هذه. أي شيء يطلبونه احنا حاضرين فيه ونعرضه على اللجان العليا. نعم. ونشكر قناة بينونة على الاستضافة هذه. الله يطول عمركم إن شاء الله. طبعا مشاهدينا الكرام هذه كانت فقرتنا مع اللجنة المنظمة لمهرجان سيدي سمو الشيخ سلطان بن زايد التراثي من مدينة الأصالة وبالتحديد في ميدان سويحان ميدان التراث. فاصل ونرجع بعد نتواصل، خلوكم معنا. أكيد مشاهدينا ومتابعينا ما زلنا مستمرين في هذه التغطية المباشرة من هنا من إمارتنا الغالية وبالتحديد في مدينة سويحان، حيث يقام مهرجان سويحان مهرجان سيدي سمو الشيخ سلطان بن زايد النهيان التراثي بتوجيهات سامية من سيدي صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد النهيان رئيس الدولة حفظه الله ورعاه، وبرعاية كريمة من سيدي سمو الشيخ سلطان بن زايد النهيان ممثل رئيس الدولة، وبتنظيم نادي تراث الإمارات في مهرجان سويحان مهرجان سيدي سمو الشيخ سلطان بن زايد التراثي في مدينة سويحان من 1 وحتى 14 فبراير 2015. ندعوكم للتواجد في هذا المهرجان اللي يعكس مدى ترابط أبناء الوطن في هذا التراث العريق، تراث الأباء والأجداد وثقافة دولة الإمارات. طبعا مشاهدينا الكرام في مهرجان سويحان العديد من الفعاليات، وكاميرا برنامجنا رصدت هذا التقرير العام عن مهرجان سويحان. خلونا نشوف هذا التقرير ونرجع بعدين نتواصل. لليوم الرابع على التوالي كان مهرجان سلطان بن زايد التراثي على موعد مع زيارة كريمة من سيدي سمو الشيخ سلطان بن زايد النهيان ممثل صاحب السمو رئيس الدولة رئيس نادي تراث الإمارات، حيث التقى سموه في جلسة تراثية بمجموعة من كبار ملاك الإبل وعدد من وجهاء مدينة سويحان وأعضاء اللجنة العاملة في المهرجان. وأكد سموه أن الهدف الرئيسي من الحديث يتمثل في تحقيق الأصالة والمحافظة على التقاليد ومفردات الموروث الشعبي المحلي. وقد فتح هذا اليوم أبوابه أمام الحلال المشارك في مسابقة المزاينة منذ الصباح الباكر لدخول الإبل المشاركة من فئة الزمول، حيث شاركوا الملاك
في شوطي، الشوط الذهبي المفتوح والشوط الجماعة الذهبي، حيث تم اختيار العشرة الأوائل من كل شوط ليقوم بعدها أعضاء لجنة التشبيه والتسنين بعملهم داخل شبوك المزاين بمنتهى الصدق والشفافية. وقد تم اليوم إضافة نسبة إنجازات البعير على النسبة النهائية للمزاين بتوجيهات من سيدي سمو الشيخ سلطان بن زايد آل نهيان راعي المهرجان. وبعد إعلان نتائج الفائزين في أشواط هذا اليوم، توج سمو الشيخ سلطان بن زايد آل نهيان الفائزين الأوائل ووسط أجواء احتفالية غاية في الروعة والجمال. وتستمر أيضا مسابقة المحالب في الأيام القادمة في المهرجان، حيث شهد اليوم استلام شوط المجاهيم والمجاهيم الخواوير. كما تستقبل الفعاليات المرافقة للمهرجان ضيوفها وعشاقها من محبي التراث المحلي، حيث يفتح السوق الشعبي أبوابه أمام زواره يوميا عارضا لهم مختلف المنتجات المحلية والتراثية التي زينت المحال التجارية فيها مشكلة اللوحة فنية تعبر عن مدى الارتباط بالأصالة والتراث لدى أبناء هذا الوطن. مستمرين مشاهدينا من بعد ما شفنا هذا التقرير عن مهرجان سيدي سمو الشيخ سلطان بن زايد المهيان التراثي الذي يقام في مدينة السويحان. هذا المهرجان اللي يعكس مدى اهتمام حكومتنا الرشيدة وسيدي سمو الشيخ سلطان بهذا التراث، تراث الآباء والأجداد، ومدى توافد الزوار لهذا المهرجان اللي يعكس ترابط أبناء الدولة بتراثهم، تراث الآباء والأجداد. قبل ما ندخل في الأشواط والتنافسات التي حصلت اليوم في أشواط الزمول للجماعة والشوط المفتوح الذهبي، نرحب بضيوفنا في الاستديو السيد حمد بن سيف بن مايد المزروعي. مساك الله بالخير وألف مبروك والناموس. مساك الله بالنور. سعيد بن سيف بن مايد. سعيد بن سيف بن مايد، يحياك الله ويا مرحبا. يحييك ويبقيك. مرحبا بالسلام. نقول لك مبروك والناموس على حصولك على المركز الأول في شوط الزمول للجماعة الذهبي، حصول صوغان على المركز الأول. حق خير وعافية. وصوغان هو بغريب العام بنفس الوقت هذا مخذ الأول. وأنتم من هذه المراكز الأولى والمتقدمة. الله يجزيك خير ورحمة الله. يجزيك خير. أيضا نرحب بشاعرنا الشاعر المبدع واحد نجوم شاعر المليون، وأيضا أحد المشاركين في هذه المزاينات، وله بصمة وله باع طويل في هذه في عالم المزاينات بشكل عام، شاعرنا علي بن محمد القحطاني. نقول لك ألف مبروك والناموس وحياك الله ويا مرحبا بك. الله يحييكم، تستحقون خير وعافية ويبارك فيك، والله يحييكم يا عبد الله. الله يطول عمرك. اليوم منافسات قوية في أشواط، تنافس شريف وتنافس أخوي، كل من فاز على الثاني رد وهناه وصله للعزبة. بلا شك بلا شك الحلال متقارب ومنافسة شريفة، وفي النهاية احنا كلنا اخوان. انا يعني اليوم انا موجود وسعيد بن سيف من متى انت عارف، ومن متى احنا في المزاين، فما في انت تقدم يوم وتأخر يوم، في النهاية هذا اخوك ولا يارك ولا رفيقك ولا ابن عمك، لابد انك تنوم مثله وينوم مثلك. نعم. والكل فرح والقلوب صحاح مثل ما يقولون. الحمد لله، اللهم لك الحمد، ومن فضل دعم حكومتنا الرشيدة وسيدي سمو الشيخ سلطان بن زايد في هذا الملتقى، بأمانة نسميه ملتقى لدول الخليج في مهرجان سيدي سمو الشيخ سلطان بن زايد مهرجان سويحان. اليوم ما بنتكلم عن المزاين والتنافس، بنتكلم عن هالملتقى اللي يدعمه سيدي سمو الشيخ سلطان بن زايد. صاروا دول الخليج كلهم يتوافدون ويتزاورون، والسبب هذا التراث مثل ما نقول. صحيح. نعم، المزاينة جمعة الناس الخليجيين كاملة، وقلة أخوان وربع، ونتزاور في الإمارات يعني، وفي الظفرة وفي مهرجان قطر، وكنا الحين غدينا أخوان وخليج واحد. نعم. وكل من فضل الله حكومتنا الرشيدة وشيوخنا الخليج كامل.
اللهم امين. نظرتهم البعيده لالتحام هذه الشعوب، شعوب الخليج، وخليجنا واحد مثل ما قلت، ولله الحمد من فضل رايهم السديد ونظرتهم البعيده اليوم الكل خلاص ولله الحمد بلا شك. فنحن نقول لهم يا مرحبا بكم في داركم في مدينة سويحان في مهرجان سيدي سمو الشيخ سلطان بن زايد التراثي. طبعا نحن نبارك الكل من شارك في هذا المهرجان، ونبارك أيضا الكل من زار هذا المهرجان، لأنه يعكس مدى اهتمام دولتنا في تراثنا، تراث الآباء والأجداد. بنستعرض معاكم الحاصلين على المراكز الأولى في شوط المفتوح الذهبي، الشوط المفتوح الذهبي للزمول، واللي حاصل على المركز الأول سراب، والأب سراب، والأم بنت صوغان وإنجازاته في الركض سيارة في الوثبة، والإنجازات في الميزانات سيارتين، المالكة عبد الله أحمد خليفة بن طوار الكواري، والنسبة 86%. مثل ما تشوفون هذا سراب الحاصل على المركز الأول، والنسبة 86.4%، والنسب في إنجازات الركض اللي هي 30%. مبارك له ونقول له يعلنا موسم دايم ويستاهل، عبد الله بن أحمد بن طوار الكواري. وأيضا في نفس الشوط مشاهدينا الكرام، والحاصل على المركز الثاني اللي هو فلك فلك المملوك لمعالي علي بن سالم الكعبي، أبو فلك مياس الشيبة، والأم بنت صوغان، والإنجازات في الركض سيارة في رأس الخيمة، والإنجازات في المزاينات سيارتين في قطر، والنسبة 84.0%، وأيضا النسبة نسبة إنجازات البعير 30%. مبارك لهم، نقول يعلنا موسن دايم على هذا الإنجاز في هذا المهرجان، مهرجان سيدي سمو الشيخ سلطان بن زايد التراثي. ننتقل في نفس الشوط والحاصل على المركز الثالث شاهين المملوك لأحمد مطر محمد مطر الرميثي، والأب شاهين الكليلي، والأم بنت الخميري وإنجازات الركض 3 سيارات، وإنجازات المزاين حاصل على مراكز متقدمة، والنسبة 82.7%، أما نسبة إنجازات البعير 30%، نسب متقاربة. مبارك لهم ونقول لهم علينا موسم دايم، ومبارك أيضا لكل من شارك في هذا الشوط وحتى المركز العاشر، ناموس ويعلنا موسم دايم. بننتقل معاكم مشاهدينا في شوط الجماعة المفتوح الشوط الذهبي، واللي حصل على المركز الأول صوغان المملوك لسيف بن حمد بن مايد المزروعي، صوغان الأب صوغان الشيخ محمد بن بطي، وأيضا بناخذ تفاصيل أكثر وأكثر عند السعيد بن سيف بن مايد. واللي حاصل أيضا مخرجنا موجود التصوير، تصوير الزمول معانا مخرجنا. طبعا هذا الشوط شوط الزمول للجماعة الذهبي. نحن نبارك لكل من شارك في هذا المهرجان، مهرجان السويحان، ونقول لهم يعلنا موسم دايم. وصلت الصور مخرجنا. نعم، الحاصل على المركز الأول نرد ونذكر مشاهدينا صوغان السيف بن حمد بن مايد المزروعي، مبارك له ونقول يعلنا موسم دايم على هذا الإنجاز. وأيضا في نفس الشوط الحاصل على المركز الثاني شاهين المملوك لسعيد بن يمعة الغويص، مثل ما تشوفون هذا الحاصل على المركز الأول صوغان المملوك لسيف بن حمد بن مايد المزروعي، وبناته وخواته لهن إنجازات كثيرة كنا نتحدث عنهم مع سعيد. طبعا الحاصل على المركز الثاني شاهين المملوك لسعيد بن يمعه الغويص، نقول له ألف مبروك على هذا الإنجاز في هذا الشوط، الشوط الإماعة الذهبي.
ألف مبروك والناموس. وهذا هو شاهين حاصل على المركز الثاني. مثل ما تشوفون زمول ندر ومن نخبة النخبة متوافدين في مهرجان. يستاهل بعد الغويص والنومسله يمع الغويص وعياله. والبعير هذا طيب وحلاله طيب. هو يمع من أساسا من الناس اللي لهم مشاركات. نعم يستاهل والله. يستاهل يعلى ناموسا دايم. أما المركز الثالث في نفس الشوط شاهين أيضا المملوك لمحمد بن علي بن عايض القحطاني. محمد بن عايض بن علي القحطاني ألف مبروك والناموس. استحق خير وعافية على حصول على هذا الشوط فشوط الإماعة الذهبي المركز الثالث. والنسب متقاربة بين الأول والثاني والثالث. ومبارك لكل من تواجد في هذا الشوط شوط الزمول الإماعة المفتوح الذهبي عفوا. مبارك لهم ونقول لنا موسم دايم في مهرجان سيدي سمو الشيخ سلطان بن زايد التراثي في مدينة سويحان في إمارتنا القالية أبو ظبي. المبروك يا بن مايد ويعلن موسم دايم على هذا الإنجاز في هذا الشوط اللي يعتبر من أقوى الأشواط في الخليج. الله يبارك حياتك. مشكورين على التهنية. وعندي تهنية أهني الكواري الفوز. استاهل. وهني اللي جاي ثاني معالي علي بن سالم الكعبي. والثالث اسمع هو أحمد مطر محمد الرميذي. وهني ربعي بعد اللي جايين ثاني لغويس أهنيه. وهني أبو محمد جزاك الله خير. يستاهلون. وكنا نحن اخوان وناموسنا واحد. وناموسنا شوف سلطان وسلام على الشيخ سلطان في المنصة. نعم. هذا الناموس. هذا ناموس بحد ذاته. نعم. نعم ناموس. والله يطول عمره على الأشواط وعلى الإضافات الأشواط الثلاث وعلى الإضافات الدرجات وكل العرب راضية والحمد لله على كل حال. اللهم مسوينا معازيبنا احنا راضيين بكل شيء. الله يعطيكم الصحه من خير وطول عمره. اجدكم والله يعطيهم الصحه وطولة العمر ان شاء الله. امين. على الدعم آمين. اللامحدود اللي يقدمونه في هذه المزاينات. علي الناموس على هذا الانجاز في شوط الاماعه الذهبي. ونقول على ناموس دايم انجازات متتاليه في مهرجان الظفره انت وبن مايد. واليوم تثبتون ايضا في مهرجان سويحان. ومهرجان سويحان فيه توافد كبير من كل ملاك الإبل. يعلن موسم دايم إن شاء الله. اللهم آمين. جزاك الله خير. تسحق خير وعافية يا عبد الله. أنا كذلك تسمح لي بس بنومس السيد عبد الله بن أحمد بن طوار الكواري وأخوانه على حصولهم على المركز الأول في الشوط المفتوح ذهبي. ونومس أيضا أبو منصور معالي علي بن سالم الكعبي يستاهل بعد فلك ما جاي ثاني. وللسيد احمد بن مطر ميث اللي جاي الثالث كذلك كرر التهنئه لسعيد بن سيف مايد وشايبه واخوانه يستاهلون. بعير يستاهل. ولاخونا يمع الغويص وعياله على حصول شاهين على الثاني. وانا ومس العمار على يستاهل. يستاهل. نحن ومس كل مشارك في هذا المهرجان بأمانة يعتبر متنوع. عبد الله انت تكلمت قبل شوي قلت عرس تراثي تجمع. نعم. احنا نعرف اذا صار عندك شخص غالي تعزمه. نعم. تسوي له كرامة. الكرامة ما هي بالتعبير عن الغلاء. هذه سبب انه يجتمعون الاخوان على في حضورها. نعم. فشيوخنا الله يطول عمارهم يطول عمر خليفة وسلطان ومحمد واخوانهم. مزايناتنا هذه كرامة سووها يونا من قطر ومن عمان ومن السعودية ومن الكويت والتموا المشاركين عدا الزوار الآخرين. فهذه اعتبرها كرامة على مقاس أكبر يعني. نعم. وهم كافوا للكرامة. ونقول يا مرحبا بضيوفنا في دولتنا الغالية. ودائما شيوخنا مرحبين بكل من يزور هذه المهرجانات. ودعمهم المتواصل لكل ما يخص تراث الأباء والأجداد. وفي النهاية تراث الخليج كله بلا شك تراث واحد. والأشواط يوم تتكلم عنها مو بسهل أشواط الزمول. نعم. يعني كل هذه منجزاتنا. عندنا شاهينة اللي جاي ثالث اليوم.
هذا له انجازاته يعني في الركض والانجازات المزاين. في المزاين قبل شهر ما اخذ الاول في قطار على في الشوط التحدي على زمول كله ما جاي الاول وما اخذ رمز هناك ويا اليوم ولا قصر يعني قدامه زمول لهن تاريخ او اكبر منه معروفات فداقش ووصل وخذ الوشاح وهذا بحد ذاته الناموس الاكبر يعني حتى العاشر مثل ناموس مجرد السلام على سمو الشيخ سلطان. انا شخصيا يمكن قلتها قبل في لقاء جيت لي عزبه ريال دوم يعزمني يا علي تعال انت غالي ابغيك فجيت يوم من الايام على فنيال القهوه دخلت عزبته. الشخص هذا في المزاين يمكن ما له جوائز ورموز في المراكز الاولى لكن عنده صورتين وحطه قال انا ما عندي رموز عندي هالرمزين صوره مره متوجينه في المركز الثامن ومره في المركز التاسع فسلامه على الشيخ سلطان قال انا صورتها هاي تبقى لي يقول انا متنومس له فعلا انها تنومس نعم تنومس. فالمنافسه الشريفه والحلال مو بسيط الحلال اللي داخل كله سجلاته وعد الحلال الجديد اللي يدخل فالناس تبحث وترتب ولكن لله الحمد الكل راضي اللهم ولا احنا. واما بالنسبه لنا حلالنا يا عبد الله احنا الحمد لله من اليوم الاول مشاركين وتقريبا في كل يوم ما كاد يخلى شوط. كان لك تواجد بالثالث والرابع الثاني والثالث والرابع في شوط واحد والثالث والتاسع في شوط ثاني والعاشر في شوط ثالث بفضل الله الله يسلمك ويطول عمرك. بأمانة علي كل من تواجد في هذا المهرجان مهرجان سيدي سمو الشيخ سلطان بن زايد التراثي في مدينة سويحان يعتبر متنومس لأن هذا المهرجان يعكس مدى اهتمامهم في هذا التراث وملتقى لدول الخليج ودول العالم في هذه النقطة الفارقة في جميع عالم مزينات الإبل. بلا شك نحن نقولكم المبروك والناموس يعني ناموس دائم أكيد بإذن اليوم طبعا فيه نقطة جديدة انضافت اللي هي نسبة الركض. نعم. كيف تشوفونها أنتم كملاك إبل؟ والله أنا أشوفها الشيوخ ما يسوون للعدل وهذا مش تملق الأمانة. شيوخنا نوصلهم ولا محتاجين إن إحنا نقول لكن إن نظر لها سووها في الزمول أنت لاحظ ما سووها في المداني ولا سووها في الحقائق. الزمول نظروا لها الشيوخ أن البعير هذا هو مثل ما يطلق على الزمول بنوك الإنتاج صح. البعير هذا هو اللي يبذر الريال هذا سعيد بن سيف وإخوانه يفوز في الجمل الثلاث من كم سنة وما زال أغلبهن بنات البعير. نعم. عرفت والبعير عندهم منتج واللي مو بنات بعيره بنات بعير ثاني وخوات البعير خوات البعير فدليل نعم. دليل طال عمرك ان البعير لها اهميه هو عمود العزوه البعير. فالبعير حبذا لو كان علومه في الركض حلوه وعلومه في المزاين حلوه هي شو ازين منها. نعم. لان انت صاحب حلال ما تقدر تتحكم يعني عندنا حلال طيب انا اكلمك حلالي الشخصي من سنين عندي حلال طيب وعدني على زمول طيبه فايزات ويكون ان البكار تيك بكرة عادية لكن نركضها تسبوك. فإذا إذا كان البعير منتج ركض ومنتج زين في النهاية هذا يصب في مصلحة المالك. نعم. وعرفوا الحين الجمهور ترى في عبد الله ناس يتابعون أهل حلال يمكن ما بعد دخل غمار منافسة في المزاين لكن يشوف تعال هذا بعير حطاني جاي ثالث وفي الركض منتج وفي له إنجاز وفي المزاين له إنجاز أنا بنوخ له هذا بعير بن مايد له انجاز فركض وانجاز مزاين يا اخي بنوخ له فبيستفيد بيكون الصوبين عارف. نعم. في زمول ممكن تكون فايزه في مزاين بس ما لها في الركض يعني تاريخ او ما لها انجاز فهذا الشيء بين وانا ارى انه يصب في مصلحه الحلال في مصلحه مالك الحلال. نعم. سعيد بن مايد لو تخبرنا عن سلاله البعير اكثر واكثر هو هل هو انتاج عندكم بالعزبه؟ هي نعم انتاج ابوه صغان بعير محمد انبطي. نعم. وامه بنت الخامرية. نعم. نعم ولا التلاد. التلاد عندكم. نعم. وخواته مشاركاته في مهرجان مزاين الظفرة خواته وبناته. نعم. يزاين في مزاين الظفرة السنة ما شاء الله زاينا في الظفرة اخذنا الاول وزاينا في بينون اخذنا الاول ورحنا في قطر اخذنا المركز الاول اخذنا نعم. السيارة والشلفة في دولة قطر والحمد لله يعني من حطوا التلات وهن يأخذ المراكز الأولية. هل لكم مشاركات هنا في مهرجان سويحان غير غير شوط الزمول؟ والله شاركنا طال عمرك في المداني هنا رابع وسابع هذا اشتراك الأول هذا واليوم ثاني اشتراك يعني لكم التوفيق في المقبلات إن شاء الله وعندنا
عشار وعندنا حيل، وان شاء الله وسير قدم ان شاء الله. ان شاء الله باذن الله نبي نستضيفك فايز عدنا مره ثانيه. الله يطول عمرك ويرحمك علي. الاجواء هذه الفرحه، انتم كشعار، احنا خلاص انتهينا من قسم المشاركات والمزاين، انتم كشعار لكم بصمه ولكم نظره ثانيه كشاعر في هذا المهرجان، شو تغزلتوا في هذا المهرجان؟ والله يا عبد الله احنا كشعار اكيد تهيضنا الاجواء هذه، ملتقى اخوان شمة والشوخ والنواميس والشتاء بشكل عام وشبه الضوء. لكن احنا كمل شاعر ومالك حلال، نبغي في الليل نبغي الراحه. الله يعينك. نصبح احنا على حفوز على لا انت مالك عذر، مالك عذر، انت جمهورك الحين ينتظرك. انا مطرش تراني في تويتر ان بيكون ضيفي شاعرنا المبدع دائما، وتعرف انت احد نجوم شاعر المليون، لك جمهور ينتظرونك في كل مكان. نبغى شعر غزل. غزل تم مرة اللي من الصبح ونحن مجابلين الزمور الدورة. الله غزل انا ما حضرت، لكن اللي يواليك يا علي. اللي يواليني يقول بث مباشر ولا؟ نعم مباشر. حيارة ما يقدر يسويها. ابعاد قصيدة هي غزل؟ ايه يعني عنده مشكلة. لا لا ان شاء الله ما في اشكال. في من القصايد يقول استاهل محمد، يقول يا ولي في روف باحبابك لا تعذب قلب محبوبك. الله الله. كل ما صابه من اسبابك ومن عذابه زادت ذنوبك، كل فاك تسكره بابك واللقاك تغير دروبك. صاحبي بالله وش صابك وش بلاه تغير اسلوبك، ما نسيتك يوم في غيابك ولا نقص في يوم ما يوبك، ان حضرت القلب حيابك والرحلت يسمح دروبك، عيب كلي فيك ما عابك يا العمري فدوة عيوبك، الهوى لو مات يحيابك يحترق بك شوق ويذوبك، والبلالي قلت شبطابك قلت لي دوبك على يدوبك. الله صح. الله لسانك وبيض الله وجهك. بعد ثاني بعد دائما مميز علي. بعد ثاني بعد عقب بس عقب شوي خلوني احضر او اذكر، لاني انا جاي متهيئ على قصيد في اما في الركاب ولا في زين. لا عيل نبغي في الركاب مزاين ولا في احنا دام الوقت يداهمنا احنا نبغي شيء من الركاب او شيء من المنافسات. زين مزاين في مزاين في مزاين هذه بكرة عندنا ولها سالفة شريت يعني مشري شارينا حوارة شراها الوالد واستكثروا وقالوا ثمنها غالي يا محمد، وحوارة بهالثمن في وقت كان الحيران رخاص اللي هي الحاكمة بكرة تفوز. فأيت القصيدة يقول أشهد أن الحاكمة هي الربع غير وما تبى لجنة ولا تبغي حكم. الله. من لمحها في قليصتها تسير قال الأول ما لها غيره رقم، ولو بوصف قلت ريم مستدير تشبه في الالتفاته والعظم، وغارب من قاد والمركب قصير واللحي طافح ويزين الخشم، من تسندها تقول انها بتطير ورقبتها كان ما فيها لحم، زينها بين شرى البدر المنير نادره مهيب في حمره النعم، ساقها الرحمن للقرم الشهير واشتراها واشهدنها في الدسم، يوم قيل السعر يا محمد كثير قال بشريها ولا ابغي رايكم، من بغى الدانات في البحر الغزير ومن بغى الاول فلا ينشد بكم، لا حفز غيري وغدا وضعه خطير بتقهوى في المنصه وابتسم. الله الله. لا حفز غيري وغدا وضعه خطير بتقهوى في المنصه وابتسم، عند ابو هزاع عند ابن زايد زبون المستجير، عند ابو هزاع كساب ونعم شيخنا اللي للعلا حث المسير، واشهر من النار في راس العلم مدته يجبر بهالعظم الكسير وانكسر له عظم يبطي ملتحم. الله الله صح. الله لسانك وبيض الله وجهك ويعلها شريه مباركه ان شاء الله ويعلها ما يحتاج لها انجازات في كل المحافل ومعروفه الحاكمه ويعلها ناموس دايم ان شاء الله في انجازاتها. ونشكر الوالد محمد بن عايض القحطاني على النظره الثاقبه اللي دائما متواجد في كل المحافل بمشتريات وتلات ومثابرة في هذا المجال، مجال المزايا. الله يوفقك ويوفقه ومن يسمع ان شاء الله الله في رضاه. نحن بأمانة ودنا نطول معاكم لكن تعرفون وقت البرنامج يداهمنا. الحين هو بساري انتو شوقتونا وفتحتوا الباب بعد ما نسكر الكاميرا.
لا عندنا علوم وما بتشرون مالكم بد عدل فواله عكس الشمال عكسه عكس الشمال هب الشمال ايه شمال لا عدكم بتسمرون عندنا هبوب الشمال وبردها شيني شيني الله الله. نحن نشكر سعيد بن سيف بن مايد المزروعي على تواجده هني وترانا بهالمعلومات الطيبة ورايهم في هذا المهرجان مهرجان سيدي سمو الشيخ سلطان بن زايد آل نهيان التراثي في مدينة سويحان. كل الشكر لك على تواجدك وترانا بهالمعلومات. الله يطول عمرك مشكور وشكر على واجب ولكم حق. وهذا المهرجان نفرح وكنا مهرجاننا يعني والغايد الشيخ سلطان طول نعم عمره أكيد. كلنا نصب الله يعطيه الصحة والعافية ولا وهزاع كل سنة يطلع شيء طلعة حلوة يعني نعم. كل سنة مفاجآت مفاجآت حلوة نعم. والله يعطيه الصحة والعافية ويحافظه اللهم آمين. أيضا نشكر شاعرنا المبدع أحد نجوم شاعر المليون وأيضا أحد ملاك الإبل المشهورين في عالم المزاينات علي بن محمد بن عايض القحطاني على تواجده وثرانا بهالمعلومات الطيبة. الله يسلمك. لا شكر على واجب. أولا مزاين سويحان أنا يعني أعتبر نفسي شريك في النجاح وراعي سويحان ومعزبنا ومزاينة. ثانيا قناة بينونة يعني أنا لي معها تاريخ تجربة جميلة وأي وقت تحت أمركم وأنت عبد الله خصوصا أخ غالي وعزيز وغالي وفرحت اليوم يوم عرفت أن بن مايد اللي وياي وبرك الساعات وعذرونا على حصل تقصير أو خطأ وافي الله يطول عمرك. كل الشكر لك يا علي. طبعا مشاهدينا الكرام وصلنا لنهاية حلقتنا. ما ودنا نختم لكن البرنامج وقف وقته. نلقاكم إن شاء الله بكرة في نفس الموعد عبر قناتكم بينونة. تقبلوا تحياتي وتحيات طاقم العمل من مهرجان سيدي سمو الشيخ سلطان بن زايد التراثي في مدينة سويحان. نشوفكم غدا إن شاء الله. إلى اللقاء.